بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق بينهما. اللهم لك الحمد. ثم نصلي ونسلم على سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء جزا الله الأخوات اللي يعني شرفوني اليوم وهذا التشريف إنهم يعني دعوني لهذا المجلس الطيب، ويا رب إن شاء الله تخرجوا من هنا بإذن الله تعالى كما يقولوا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا بإذن الله تعالى. واليوم الحديث، أنا دائما أحب كذا هالمحاضرات كما يقولوا، محاضرات تفاعلية، نسأل ونسأل، وفي نفس الوقت يعني دائما المعلومة لما تطلع من الشخص تطلع أثبت، ما لما تلقى عليه، يعني لما هو يطلعها وحده تكون المعلومة أثبت عنده من لما إنسان يلقيها عليه. وثقوا أن المعلومات موجودة والمعرفة موجودة، يعني عندكم المعرفة، بس إحنا قاعدين نسوي عملية إيش نسميها؟ مذاكرة وتذكير. يقولوا التذكير مو يعني التذكير، التذكير يعني استعادة شيء كان موجود في الأصل. فما سمى الله الذكر ذكرى إلا لأن الله تعالى قد أودعه فيك في الأول، وإنما يحتاج أنك إيش أنت تذكره. فالله أودع فينا فطرة أن إيش كل الخلائق تتوجه إليه، فتحتاج أنت إيش أن تذكر الله حتى تتذكر أن الله موجود في داخلك الأصل، لأن كل الخلائق مفطورة على ذلك. واليوم إن شاء الله موضوعنا ليطمئن قلبي. من منا ما محتاج إنه قلبه يطمئن؟ ليش؟ لأني إذا اطمأنيت أشياء حلوة تصير في حياتي. يكفي إنه الإنسان يقول عنه إيش؟ مطمئن. في ناس تطمئن قلوبها، وفي ناس برغم إنهم ما شاء الله عليهم يعني في مجالس الذكر وعلى صيامهم وعلى قيامهم وعلى كل شيء، لكن ما زالت القلوب غير مطمئنة مباشرة. إيش اللي يخليش ممكن مطمئنة؟ دون ما تقول لي ذكر الله، خلينا من المثالية والكلام اللي إحنا حافظينه صم ونعيده. أنا أريد تتكلمي بواقعية، يعني في ناس مثلا تقول ليش أنا أطمئن يوم أشوف أولادي جنبي، يعني ممكن كذا امرأة تقول أنا يوم أشوف أولادي كلهم ياكلوا جنبي أنا بخير، أنا مطمئنة. فقولوا لي إيش الأشياء اللي ممكن تخلينا إحنا نطمئن؟ راحة البال. بعد لما أنجز أعمالي والمهام اللي علي، حلو. بعد لما أشوف الجميع بخير، ممتاز. بعد شيء غير؟ يوم تسافر تحس باطمئنان، جميل. بعد يوم تبدأي بصلاة الفجر تحس باطمئنان، بعد جميل. لما تقيم الليل تحس باطمئنان، جميل. بعد ها؟ يوم تسمع القرآن، يوم تقرأ القرآن تحس باطمئنان. بعد يوم تقرأ الأذكار. بعد شيء ثاني، يعني ما في، بس يعني انتوا تريدوا تقولوا لي انه احنا حياتنا ما فيها شيء مادي؟ خلينا كذا صريحين، ما تخافوا، ما بخبر حد. بالله عليكم اذا كان حسابي في البنك فيه فلوس ما اطمئن؟ ها، كون الواقعيات، تطمئني ولا ما تطمئني؟ تطمئني. طيب اذا عندي سياره توديني وتجيبني، ها، المشاوير اللي اريد اروح لها كمان المجلس ما اقدر اتحايل على حد، اطمئن ولا ما اطمئن؟ توفر الرزق في بيتي يجعلني اطمئن او لا اطمئن؟ اذا ايش علاقته ذا بالآية التي تقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
هل هذا له علاقة بالذكر؟ نعم له علاقة بالذكر. كيف؟ هذا مال، هذا رزق، هذه أشياء، كيف لها علاقة بالذكر؟ المشكلة الناس فاهمة أن الذكر فقط هي تلك العبادات التي تؤدى، وأصبحنا نؤديها لأجل مصلحة دون فاهمين إيش يعني الذكر. طيب الإطمئنان، الإطمئنان نفسه قبل ما نعرف أصلاً وش أركان الأركان الإطمئنان وكيف أنا أطمئن إلى آخره، وليش أنا عندي مشكلة في الإطمئنان، إيش يعني إطمئنان رأيكم؟ قبل كل شيء إيش يعني إطمئن؟ مو يعني مطمئنة، مرتاحة، مو بعد كيف يعني مرتاحة؟ يعني ما تشتغلي؟ كان يوم تقولوا لي مرتاحة يعني جالسة حفر قل على الرقيب. التفكير ما عندي تفكير، بالي ما مشغول. أيوة بالضبط، بالي ما مشغول. التفكير. طيب الآن قلنا إحنا الإطمئنان يعني أنا عقلي مستقر التفكير. بعد ممكن نعرف الإطمئنان شيء آخر، إيش مفهوم الإطمئنان بالنسبة لكم غير إنه أنا عقلي ما يفكر؟ السكينة. سكينة، شعور بالسكينة، يعني كذا أنا أحس نفسي هادية، ما في شيء يوترني. بعد من لو عرفت المعنى، لو عرفت المعنى الحقيقي بعرف كيف أوصل للإطمئنان. دائما أحيانا استقرار النفسي. طب كيف يحدث الاستقرار النفسي؟ حلوة الكلمة عجبتني. أولوياتي في الحياة عرفتها. هذا في نظرك الاستقرار النفسي، إنه أنا مرتبة أولوياتي في الحياة. بعد بعدنا ما وصلنا، هذه كلمة الاستقرار النفسي بعدنا شوية بندور عليها شوية. كلمة حلوة وكبيرة لكنها بالضبط. الله يعطيك الصحة والعافية. كلمة إنه أنا مستقرة معناته كل جوانب حياتي ماله أنا عامل فيها إيش؟ تحكم، متحكم فيها. المال عندي الحمد لله موجود وما أحات فيه. أولادي جنبي، العلاقات ما عندي مشاكل مع أحد. أيضا عباداتي، علاقتي مع الله تعالى الحمد لله الله تعالى متقنة ومحافظة عليها. صحتي أروح وأجي وبخير وعافية. بعد عندي وظيفة أو عندي عمل، ما عندي مشاكل في العمل. بالله عليكم لما الإنسان كل شيء عنده مرتاح فيه طبيعي يطمئن ولا ما يطمئن؟ يطمئن. طيب الإطمئنان دلالته شيء، كيف أعرف إنه هذا الشخص مطمئن وأقول عنه ما شاء الله هذا نفسه مطمئنة؟ يا أيتها النفس المطمئنة، كيف أقدر أقول إنه هذا الإنسان مطمئن؟ طيب كل هذا الاتزان في الجوانب ذي كلها هذا دلالة على إنه هذا الإنسان مطمئن. لكن الإطمئنان يظهر في لحظة. إيش هي اللحظة؟ بس المصائب، وقت الفرح، وقت الشدة، وقت الرخاء، وقت الشدة. كيف يعني؟ الاتزان. إذن الإطمئنان يعني اتزان. الإطمئنان يعني أنا نفسي متزنة، بمعنى إذا الله تعالى رزقني بشيء وأعطاني شيء ماله ما كذا كواجدة ما طيب عمره ما تحمل وخلاص، يعني ربي زايد لي في نعمة المال، خلاص صغيرين منسوي، خلاص نسافر، خلاص نلعب، وخلاص ماله أبعثر المال وأنسى حقوقا أربعة للمال. في حقوق أربعة للمال، إحنا يوم نسوي نخليهم في حق واحد. والله تعالى جعل ميزان المال في أربعة جوانب، في حق الله، في حق نفسك، في حق ما أنت مسؤول عنه، وفي حق المستقبل. أربعة جوانب، إذا أنت ما صرفت المال في ذي الأربع جوانب، شايف هذاك اللي تقول عنه الإطمئنان كله أين تشيل؟ بالضبط أي روح. فإذا لمالي أربعة جوانب يجب أن تنفق. هذا مثلا. أيضا أي نعمة الله تعالى ينعمها عليك، عليك أن تنظر إلى أنك تتعامل معها في أربعة جوانب. ما هو حق الله في هذا الجانب؟ ما هو حقي في هذا الجانب؟
ما هو حقهم أو حق تلك النعمة في هذا الجانب وما حق المستقبل. وحدة تقول لي كيف يعني حق المستقبل؟ حق المستقبل الادخار، يعني مثلا أنا أدخر لماذا؟ للمستقبل، عندي حاجة للمستقبل. لكن لما يروح واحد ويعطوه نعمة ففرح بالنعمة، لا فكر في المستقبل وطرف في فين هالجانبين ونسى حق الله. وإحنا يعني مثلا الموظفات لما يجي عندهم مال أو الله تعالى يرزقهم بذلك الراتب، كيف ينفقنا؟ ادخار ما شيء. أقول المعلمات بالذات ادخار ما شيء، عندهم ادخار، وإذا شيء ادخار عشان زي البيت بس، هذا آخر مستقبل عندهم. يوم عندهم البيت ما شيء ادخار، ما شيء يسوي. أنه أنا أقول لكم إياها من واقع اشتغلنا وتدربة نعرف هذا. فعشان كذا تجي تطلع التقاعد وهي منحورة. يا أنا أتكلم عن المعلمات وحليل الزخيرات، أنا أعرف. فإذا هي الفكرة أنه إحنا للأسف في الأربع جوانب ما حد علمنا أنه لازم أنا عشان أطمئن في الجانب المالي، أطمئن في الجانب المالي أنه أنا حق الله. واحدة تقول أنا أدفع حق الله، كم تدفعين حق الله؟ واحدة راتبها 1500 مثلا، كم تدفعين حق الله؟ أنا أكفي اليتيم 25 ريال ما شاء الله، واجد عندش يعني كذا قيمته حق الله عندش 25 ريال من 1500، ما مشكلة بعد زين الحمد لله تؤدي حق الله، والباقي أصرف على أبنائي وبنيت بيت على المستقبل إنزين، وعندي سيارتي وأدي التزاماتي إنزين. يوم جات تبني البيت صار 1500 ما يسويين شيء. أنا أقول كده مو سوي ناسد البيت، لأنه البيت زدنا وزدنا وزدنا، وبعدين ما عجبني ذا البلاط وما عجبني ذا الرخام وما عجبني ذا الأشياء. وإيش صار؟ الميزانية كانت محطوطة 100,000 وصلت 180، صح ولا لا؟ زادت الميزانية. إذا أخليت بميزان الاطمئنان ولا ما أخليت؟ إلا ما تروح راحت البنك، حتى لو بالطريقة الإسلامية، حتى لو بالطريقة الإسلامية اسمه دين. أنا الذي أقلق نفسي أيضا. ما علاقة الكلام اللي قال سأقوله بذكر الله؟ الله تعالى قال الاطمئنان بالذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأنه الإطمئنان له جانبان، الإطمئنان له جانبان، يعني أنا عشان أستقر أول شيء لازم يكون عندي جانبين كده متوازنات. إيش هن؟ إطمئنان يسمى داخلي وإطمئنان خارجي. فإذا كان الإطمئنان الداخلي صحيح انعكس ذلك على، فإذا كنت ممن يذكر الله ذكرا صحيحا ها اتزنت سلوكياتي أصبحت متزنة. يعني معناه إذا أنا عارفة، يعني مثلا الواحد شوفوا ما هو الذكر، الذكر أنني عرفت أن للمال أربعة أوجه، هذا ذكر، ذكرت. طيب السلوك إنه لازم ها أضع حق الله، أضع حق نفسي. ويوم أقول نفسي لازم تحط في بالك ما نفسي بس أشتري دجاجة ولا مرية، لا، نفسي أيضا كيف أنميها، كيف إيش أستثمر فيها نفسي. لأنه في ناس تقول إيش حال نفسي، أنا قضيت لي اسمه بنجريين إن شاء الله، وبعدين البنجريين تحتاج لموديعين. لازم تفكري في شيء ماله، الله تعالى يريدنا أن نفكر في شيء ماله يدوم يستمر. يعني يوم تفكري في الاستثمار، المؤمن مستثمر ذكي يعرف كيف يذكر الله. لما الله تعالى يقول لك اذكرني عشان تطمئن، يعني خلي مفهوم الاستثمار هذا في عقلك. فلما نقول داخلي يعني أنا أذكر الله، عرفت أن للمال أربعة أوجه. طيب الله تعالى مو يريدني أول شيء أعمل لآخرتي اللي هو في حق الله،
فأنا مثلا لما أعمل صدقات، أنفق في مثلا بيوت الله، هذه أشياء مالها، أو أعمل لي وقف، هذه أشياء مالها مستمرة. طيب ما يعني، لأنه في ناس مثلا تستثمر تقول ليش أنا أحسنت على فلان وفلان خلاص خلصت. طيب ممكن تعليم، في التعليم تستثمري في التعليم، يعني وجوه التعليم مثلا مدارس القرآن تستثمري فيها، هذا ماله أجرها مستمر، تدفعين من مالك أو من حالك أو من قوتك أو من جهدك، ما ضروري المال، إحنا نتكلم عن كل النعم. الجزء الثاني عشان يتحقق ذكر الله صح، الجزء الثاني اللي هو نفسك، ما في بس إنك أنت تشتري شيء حلو حال نفسك تفرحي به. ها الحياة زينة ويحتاج الإنسان لهذه الزينة، ما في حاجة اسمها إلا ما تزيني، ما في حاجة اسمها ما تشتري، يعني الله تعالى أباح، هذه مباحات وحلال. لكن في نفس الوقت مثلا أتعلم لحاجة، ها استثمر في 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 العلم، لأن النساء تستثقل إن هي تدفع مثلا 5 ريال حق دورة، كل 5 ريال أصير أشتري لي وجبة، فأنت وجبة تشتريها 5 ريال، طب تعلمي ليش حاجة ممكن هذه الحاجة تفيدك وتفيد أولادك فيها، فتستثقل المرأة أنها تتعلم. طيب الأمر الثالث اللي هو أن أنفق لمن هم تحت مسؤوليتي، من هم تحت مسؤوليتي؟ مثلا أبنائي، مثلا أمي وأبوي، أعطيهم مثلا خلينا نقول، مع أنه الأبناء ما وظيفتش إذا كنتي متزوجة ما وظيفتش، بس أنت يعني حابة تعطي ما إشكالية. أيضا مثلا لو كنتي مديرة لمؤسسة، من هم مسؤولين تحتش؟ الموظفين، فهذا لازم تعطيهم حقوقهم. طيب المستقبل اللي هو جزء أنا أدخره، أضعه ادخار بهدف الاستثمار أو بهدف إيش؟ يعني الادخار ياخذ وجهين، الاستثمار أو الطوارئ، يعني أحط في نيتي كذا أنا يوم أدخر إما لأستثمر وإما للطوارئ، دائما أقسمه إلى نصين الادخار. ليش؟ عشان بكرة لما أجي أتقاعد، لما أجي أتقاعد أو خلينا نقول المهام اللي علي وكذا، أشعر ماله بالاتزان. كثير من الناس للأسف لأنه عندهم خلل في جانب من الجوانب حتى بعد التقاعد ما يشعرون بالاتزان ولا بالاستقرار، لأنه عندهم أصلا تعاملهم مع النعم مختل، في خلل في تعاملهم مع النعم. طيب كلمة داخل، اتزان داخل، معناته إحنا قلنا أن يأتي الأمر من الداخل، في معلومة عندي في الداخل مستقرة ثابتة حقيقية فتظهر إلى الخارج. إيش هي هذه اللي يفترض تكون حقيقية في الداخل؟ إيش هو الاتزان الداخلي؟ ماذا أقصد بالاتزان الداخلي؟ النية، ممتاز، بعد الإخلاص، بعد الداخلي معتمد على ركنين وموجودين في الآية، خلينا نبدا على الآية، فيها ركنين للآية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طلع الركنين يلا، الإيمان و لا الاطمئنان و عفوا الإيمان والذكر، الإيمان والذكر، واضحة الاطمئنان. الذين آمنوا، قبل كل شيء أن تؤمن، إذن في عندي ركنين، وهذا الإيمان من المصيبة، نحن نذكر لكن لا نؤمن، يعني في ناس تذكر وكثيرة الذكر، يعني كل ما عندنا معلومات، ما حد ما عنده معلومات، أنت تو تفتحي عمنا جوجل نفتحه ويطلع لي أي معلومة، أنا أي سؤال عندي هيجاوبنا عليه بغض النظر صحيح ولا غلط الإجابة، لكن أصبح العلم متوفر. ما هي مشكلة الآن؟ الذكر ليس مشكلة، بغية تصلي، بغية تعرفي ورد معين أقدر تحصلي، ما تضطر تسافر من بلد بلد عشان تجيبي حديث وتتأكدي من صحته.
الآن مواقع تخبرش الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الموضوعة، الأحاديث الضعيفة إلى آخر الأحاديث الحسنة، هذا ما صارت صعبة. لكن المشكلة أين؟ المشكلة في الإيمان، ونحن مبتلون في هذا الزمن في الإيمان، لأن الإيمان عندنا مهتز، خاطئ، مفهومه خاطئ. إيش يعني الإيمان؟ ماذا يعني إيمان؟ عرف لي الإيمان في نظرك، مو يعني أن تؤمن، ما تصفي لي، عرفي. تصديق بعد، ما وقع في القلب بعد، اللي هو نسميه التصديق بعد، التطبيق العملي. أما هو التصديق، تصديق يعني تطبيق عملي، هذا التصديق. طيب بعد الاستسلام، حلو. طيب هذه نسميها الله يحفظنا، لا ما يقين. اليقين هذه مرحلة يسموها الثقة، ثقة قبل اليقين، ثقة فيه. إذا أركان الإيمان نبدأها بالثقة، أنا أثق. ايش يعني اثق؟ تعرفوا لما مثلا الطفل يوم تجي تشليه كذا على فوق، ترميه على فوق، يضحك ليش؟ صح. الا اذا كان عاد يتفزح، اللي طشش على فوق، هذا الرجال يسويوه، يطششون الاطفال على فوق. لكن الام يوم تلعب ولدها كذا ترفعه بمقدار بسيط، يضحك لها الطفل. ليش يضحك الطفل مع انه الحركه ممكن ايش؟ هو واثق في الام، يعني رمته لكنه عنده هذيك الثقه، فهو ماذا؟ مسلم، فما يفكر انها ممكن ترميني. هل انت تثقين بالله كما يثق الطفل في الام حين ترمي؟ هذا السؤال. زين، نعم. طب انا بطلعها بالنعم، انا عرفت بالنعم، سهله، ما اسهل الاقوال، ولكن الايش؟ المواقف تثبت الحقائق، المواقف هي تثبت الحقائق وتطلع، والله مخرج ما كنتم، الله يطلع بالمواقف يثبت. ترى انت هل تبتلى عشان ويش؟ لماذا؟ ليبلوكم ايكم احسن. ما انت هنعرف الان من اللي فعلا صادق من اللي، فاذا كنت واثق فان الله سيختبر تلك الثقه. أول حاجة سيختبر تلك الثقة، واحد يقول أنا واثق بالله، فإذ بالله يرسل لك هزة، هيشوفك يرسل لك هزة، فإن كنت صحيح مؤمن ما تؤثر عليك الهزة، تبقى على باب الله واثق. فإذا هنا إذا أنا وثقت ماله؟ من وثق صدق، من وثق صدق، وإذا صدق صدق، وإذا صدق صدق. كيف يعني؟ يعني إنه إيش سوى؟ ثبت عندما اختبره الله، ثبت. فإذا الإيمان يعني إنه أنا لما الله تعالى يبتليني بابتلاء، أيا كان نوع الابتلاء، قلنا ابتلاء سار ولا ابتلاء ضار، في كلتا الحالتين أنا أثبت وأثق في أن الله تعالى ما يضيعني، فما أتأثر، ما أكون لا جزوع ولا منوع، أكون متزنا ثابتا. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا شوفوا قمة الإطمئنان، إذا أصابته سراء شكر، والشكر أن يؤدي في الأربعة أوجه، وإذا أصابته ضراء ماله؟ صبر، وكان خيرا. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، فقط المؤمن، هذا هو الإيمان. الإيمان ثقة ثم صدق ثم صدق، صدق بمعنى أنه أثبت فنجح في الاختبار، هذا هو الإيمان، أن تنجح في الاختبار الذي تتعرض له. فإحنا دائما نتعرض لاختبارات،
احنا كل يوم نتعرض لاختبار، اول ما ننهض الصبح احنا في اختبار. لماذا؟ لان العمر ينقضي. فسيسالك الله كيف امنت بي اليوم، كيف امنت بي، ايش الدلائل على انك امنت؟ اعطيني دليل. الصلاه، اذكار الصباح اديتها بعد، احسنت مثلا لقارتي بعد، اعمالي اللي هي المنزليه اللي هي موجوبه علي ومسؤوله عنها قمت بها، حضور مثلا مجلس الذكر اللي هذا شوفوا انفاق المستقبل، هذا انفاق المستقبل، بعد انفاق في النفس وللمستقبل، بريت والدي، يعني مهامي اديتها وفق ما يرضي الله. فاذا الثقه، الثقه تبدا بماذا؟ احنا قلنا ثقه صدق ثم صدق. طيب الثقه تبدا بماذا؟ كيف انا اقول انا فعلا واثق بالله؟ عندما اثق بالله يكون عندي كيف يعني اخلص؟ اضع ماذا؟ استذكر ماله، استذكر الله في كل عمل، اذكر الله في كل عمل، هذا الذاكرين في كل عمل اقيمه اذكر الله تعالى. عجب، انا بسالك السؤال يوم طول، نعم حمود تقمقمي يوم يزيد عليك الشغل وانت عارفه انك تقيمينه لله حمود؟ عجب قولي لله، انا اقول لك عجب، ترى لله معناته لا استشعر التعب، لذيذ يكون عندما يكون العمل لله. ما انا اخبرك انت بس بتملي. عندما يكون العمل لله لا نستثقله. لماذا؟ لأنه إيش استشعر؟ لما العمل بيني وبين، حتى لو كان خدمة أولادي، حتى لو كان خدمة بيتي، حتى لو كنت أذاكر يا بنات، عندما تربطينه بالله ما أستثقل المذاكرة، ما أستثقلها، تكون علي مالها أحب إلى قلبي. لماذا؟ لأنه الثقة، الثقة إيش معناتها؟ صحيح نية، لكن أيضا ماذا؟ أنني أعرف مع من أنا، مع من أنا جالسة أتعامل، مع من؟ مع الله. عندي معرفة بالله، فالثقة تستوجب أن تعرفي من أنت عملت عقد معه، أنت عملت عقد مع الله تعالى. لما تقولي ثقة، أنا لما أثق في إنسان أول شيء أسوي إيش؟ أبني علاقة معه، أبني علاقة معه، صح؟ لما أثق بإنسان أبني علاقة. طيب هذه العلاقة فيها ماله؟ ميثاق. فلما أنت تقولي أشهد أن لا إله إلا الله، ميثاق، خلاص بينك وبين الله ميثاق. طيب هذا الميثاق كيف يكون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. يعني الميثاق معناته إنه أنا إذا قلت شيء أنفذه، وإذا عهدت الله بعهد. فأنت لما تكوني واثقة بالله معناته أنا أسلم كل عمل أعمله لله، فكل توجهي لله. عشان كده يوم أتعب أتذكر، ما أحلى أن أتعب لكن التعب عند الله مذكور. ترى ما بيقدرش الله تعالى الناس. شوف أنت يعني بتشتغلي ما أدري كم سنة تخدمي أولادش، ما تعلمي يطلع فيهم خير ما يطلع فيهم خير، ما حد يعرف، لكن من الذي يذكر؟ أيوة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله تعالى اللي يذكره. هذا يذكره ما ضامنه من قلب اليوم، فلذلك
الله تعالى هو الذي يقدر نتائجه، لكن طول ما ذلك هل أنا أتأسف من أي عمل؟ لأنه ما نحس بالتقدير، لأنه أنا أنتظر من الناس، والإنسان طبيعي يحتاج إلى تقدير، هذا طبيعي. طبيعي يعني من حقه أنه يحس أنه مقدر. لكن طيب أنا إذا ما وجدت التقدير ولكن حاطة في بالي أن الذي يقدرني، هل سأنشغل بتقدير الآخرين لي؟ لا أنشغل. إذن إيش اللي يخلينا إحنا نتدمر؟ لأنني مشغولة بأن يقدرني الآخرين. عشان كده إذا ما قدروني عندي أولاد، وين عندي أولاد؟ دوكما راقدات، اللي أنت وراقدات قوما، وبعدين تروح تقول لهم إيش؟ وما تعرفوا يعني وما يطيع والدين وما يستوي له. طيب فلنصلح الأول إحنا، أول إحنا، أول إحنا، إحنا اللي ماسكين مها. الإنسان لو يبدأ يصلح بنفسه، المرأة التي تجد الله تعالى في كل سلوك من سلوكياتها سيسخر الله لها كل كائن حولها من أولادها بيجيوها دون ما هي تطلب، ويعينوها دون أن تطلب، بل ويكرمونها فوق مثل ما أكرمتهم، لأن الله تعالى ناله لا يضيع من أحسن عملا. إذا أنت وش هو يعني أحسن عملا؟ أي كل عمل نريد به ساعتها. هل تحتاج تفكر؟ ما تفكر، ما تحاتي. لماذا؟ لأنني عملت عملا لله، فالله تعالى أراني هذا العمل إن سخر لأولادي، أولادي ما شاء الله عليهم شاليني ما شاء الله حد، بناتي نهضن مقسمات الأعمال. أظني كل أم كذا كفلة سو معنا كل الأمهات كذا كفواتي نهضن ويقربهن الشاهي وحاطات رجل على رجل. صدقهن تعبن تعبن، الوحدة تخدم 40 سنة وهي حضرتها راقدة، وبعد يوم دقيقة تقول أنت ما يعجب الشيء، مهما سوينا أنت ما يعجبش، صح؟ ما عاجب وتتذمر ونست، ونست انه مثلا هذه التعب ترى هو حتى نفس الشيء الابناء، يعني ما تحس ان كان مع فيها ترى هين ودكم كان توقاش نستلمي الامهات يقول البنات براءة. لا، انتم ايضا مسؤولون ان تفعلوا. واحدة تقول مثلا كانت واحدة من تخيلوا يعني واحدة جاءتني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واحدة من الاخوات جاءتني وقالت واحدة من الاخوات قالت إنه سبع، واحدة من الأخوات تواصلت معي قالت أنا أريد أستشيرك في أمر. قلت لها ماذا؟ قالت أمي أرملة، توفى والدي من قريب فأمي أرملة، وعندي أخت أنا متزوجة وهي متزوجة، وأنا كل يوم أروح بيت أمي وأنظف البيت وجهز، لأن أمي كبيرة في السن وما عندها حد، واللي ساكن معاه أعتقد أخ أو شيء يعني ولد. فتقول أنا أروح الصباح من أخلص شغل بيتي أروح عند أمي، مع إنه أمي يعني ساكنة بمسافة سيارة يعني ما هي بعيد، لكن أحتاج إلى سيارة عشان أروح لها، فأروح وأخدمها وأتي بشؤونها وبعدين أرجع عشان أولادي. لكن تو الأمر صار له، شوفوا كم صار له ما واجد، بعد الأم ما خرجت من التدريب 3 أشهر، قلت وتعبت تعبت. قلت لها ليش تعبتي؟ قالت عندي أخت ما تعايضني، عنده أخت يعني تجي تحط رجل على رجل، أكون أنا مخلصة بي هي واصلة حضرتها مثلا الظهر وتجي تحط رجل على رجل، وتخطف يوم تشبع من الجلسة تخطف، ولا فكرت يوم من الأيام إن هي ساعدني أو إنه إحنا مثلا ساعة ساعة أو كذا يعني نتبادل، بالعلم بأن أختي جارت أمي. قلت لها وتو
قالت مو رايش هي تسألني، قلت لها وانتي تو مبارة يعني؟ قالت لي انا اشوف انه انا ما اروح، انا اشوف اني انا ما اروح، لانه صراحة تعبت وحسيت نفسي اني انا اهملت بيتي، وانا حاسة انه ذا فوق طاقتي وانا ما اقدر، وحال مو هي ما تسوي. قلت لها انتي كلمتيها؟ قالت لي ايوه. قالت انا ما فاضية، يعني معقولة أنا أجلس أخدم وبعدها ما كذلك تقول؟ تقول وبعدها ميت كستحني أنا، ميت كستحني أنا، برغم أنه أنا اللي شوفوا، لكن شوفوا لما الإنسان. قلت لها بسألي السؤال، ليش أنت تخدم المش؟ قالت لله. قلت لها متأكدة لله؟ قلت لها متأكدة لله ولا خوف أن يقال عنك عاقة؟ قالت كيف؟ لأن الذي يفعل لله أصلا ما يشكو ألم جسدية أبدا، ما يشكو. ولا أنا بسألك سؤال، لما واحد يحب الله تعالى ليش يطيل في الصلاة؟ ما يتكسر رجوله، ما يتعب، لكنه لا يشكو، مستمتع، مستمتع في العبادة ويطيل فيها، لأنه يعرفها أنه بينه وبين الله. ولذلك لا اشتكي. قلت لها ليست هي ليست لله، ولكن خوفا من ان يقال شوفوا فلانه بنات عقدها. فانت تخافين من كلمه الناس لا تخافين من الله. فهي متوقعه اني بقول لها تركي البيت، خلي اختش تحس. صمت. قالت كيف؟ قلت لها نعم، اقولها بصراحه. قالت ترى هم اذا ما سوينا بيقولوا المعاقات وما فيهن خير. فإذا هي المشكلة إنه أنا لما قلت طيب لو أنت كنت تفعلين لله والله لرتب الله لك لجاءت أختش. وش قالت؟ ليش؟ تعالي نقسم، سيهدي الله لك أختك. مشكلة الناس لو تثق بالله كانت تركت له التدبير. مشكلتنا مشغولين بالتدبير، والتدبير لمن؟ الله تعالى يرتب لك. أنت أدي اللي عليك، أنت افعلي ما عليك يطمئن قلبك. ما أنت قلتوا لي الاطمئنان أن أؤدي الذي علي، أنا علي أنه أنا أبر وأحسن لأمي. طيب الآخرين ما علي منهم؟ هل أنا مسؤول عن أختي؟ هل أنا مسؤولة عن أفعالها؟ هل أنا أحاسب على أفعال أختي؟ ليش أنا مشغولة؟ ليش أنا شايلة هم؟ ليش أقارن نفسي بأختي بما تفعله؟ صحيح أنا أبغى حال أختي نفس الشيء تكون ومقصدة، أنصحها بعد النصيحة شيء عليه بعده؟ ليس عليك هداهم أقيم ما علي. طيب أنا منهجة، اعملي بالقدر الذي ما حد قالش تسوي شيء فوق لن يكلفك الله. لكن المشكلة أننا ماذا نبحث عن رضا الآخرين فنفعل كل شيء إيش مثالية. أروح من الصبح عشان ها يقولوا لما يجيوا الناس يشوف الله البيت نظيف ما شاء الله عليها فلانة، هاي مبارة بمها. هي باية تسمع ذيك الكلمة، هي تعيش وتعمل من أجل ذيك الكلمة، ويوم ما حصلتها حصلت مخ مها نازعها، مو حست، مو قالت، قالت وبعد كسحوني، ما كافي إني أنا إيش. ولا تعلم أن الأم، على فكرة الأم ما تكسح إلا بتركها للعلم، ها؟ يعني المشي يوم تنام أشياء حلوة معناتها تموت فيش، تحبش الأم إذا كانت ما مهتمة كيفش؟ أما الفكرة هي لو تعرف أن أمي لأنها وجدت في أني أقرب، فقد تكون أمي متضايقة يعني أرملة ومحبوسة، كيف تبغي نفسيتها؟ كيف تبغي ردود أفعالها؟ ما أنا لو أدرك سأعرف أن أمي لا تلام، لا تلام، تستوحد وحدها، طبيعي. كان والدي يؤنسها ما موجود، كيف أبغى تكون نفسيتها؟ فهل أدركت ذي الأشياء كلها؟ فأين الإيمان؟ ولذلك الإيمان لابد أن يتضح ويبدأ بالثقة. فتقول كذا حال نفسها، يا رب إني أفعل هذا لأجلك، لا أريد جزاء
ولا شكورا. طب بالله عليكم لو كانوا الأنبياء ينتظروا تقدير من الناس ما كانوا وقفوا؟ كانوا وقفوا صح ولا لا؟ ليش؟ لأن الناس بطبيعتها ما كلها شاكرة، في ناس تشكر وفي ناس تبطر وفي ناس تجحد لو تخدميها بعيونك، وفي ناس لو تدليهم بالخير بيقول لك انت متمن لي الشر. ما كل الناس واحد. فتخيلوا لما انسان يرمى بالحجر والقاذورات المواشي ترمى عليه، ولكنه مع ذلك مو يقول رب اغفر لهم فانهم، هذا مو معناته، هذا ما يريدهم هم، هذا لا يريدهم هم، يريد من؟ يريد الله. فلو انت هل انت تتعرضي كما تعرض النبي من اذى في تبليغ رساله؟ الحين المعلمات الجمله الخطيره اللي دائما يقول لنا، ما علي انا اليوم طايحه بالمعلمات، حد معلمنا؟ عذرني، مو تقول معلمات العباره الخطيره اللي يقول لها، والله كيف كان بغيت اتفهمه؟ ما بغيت اتفهمه راحت بيمشي. الله ما تهمني، والله هم ما تنش، هم ما تنش، لانه لو كان يهمني الله لكنت حرصت ان تصل المعلومه، ولكنت وجدت هؤلاء اللي هم الفهم عندهم اقل احتضنتهم، ثم لوجدت ثمرة ذلك فقرت عيني واطمأنيت. بالله عليكم هناك من المعلمات ما شاء الله عليهم، ممكن يكون عندهم طفل أو طالب عندهم أو طالبة وضعها ثم احتضنتها، فإذا احتضنتها شافت النتيجة ما كفاها، ما تحتاج البنت تقول لها شكرا. الطالبة التي ساهمت في إصلاحها وفي نموها ما تحتاج، ما تنتظر منها شكرا، ترى ماذا؟ ترى الثمرة. ولذلك من عمل الله، الله تعالى مو يقول فهو يخلفه، سيرى الثمرة. وأن ليس للإنسان إلا سعيه، هيعطيك، هتجد الثمرة، لا تظن أن الثمرة لا ما تكون موجودة. فهذه الثقة، الثقة أي أنك تسلم كل عمل لله لا تريد به إلا وجهه سبحانه، عندها تترك له التدبير. لما أنا أثق أترك له التدبير، فإذا تركت له التدبير رضيت بحكمه ورضيت بالنتيجة اللي هتجيني من عند الله سبحانه وتعالى، مطمئنة لا يأتيني الله إلا بخير. طيب واحدة تقول إنزين أنا كنت فعلا أريد وجه الله وعملت لأجل الله ومستمرة ما مهتمة، لكن أمي لا زالت تؤذيني، إيش معنى هذا؟ ابتلاء. بارك الله فيكم. تزلزلي الأول، إن لكل ثقة اختبار، تزلزلي الأول، فما تجدي إلا بعد، يعني أمش مثلا تضايق منش تنازعش تقولش أنت ما فيش خير رغم أنش تسوي كل شيء والدليلية، لكن أنت يوم أمش كذاك تكلمش يا الله جميلة مالها اليوم معصبة، مالها الحلوة معصبة، ليش متضايقة؟ قولي لي شوفي بالرغم أنها هي إيش تؤذي طبعا عرف مين تتكلمها ماشي ها؟ مين عندك بنتك؟ ما شاء الله الله يحفظها، مو تسوي بعدين الضحكي ما كأن ما شيء مستوي. احنا يعني انا الله يذكرها الله يرحمها امي ووالدي ما زلنا حتى الان يوم يعصب مدادغ ما يروم يتحمل خلاص وكان ما شيء استوى، لانه ما في ام طبيعيه، انا اتكلم عن ما في ام طبيعيه تكره اولادها ما حد، فكل غضب وراء سبب، لكن هي ايش بالرغم ان امها كل مره يعني تنازع ولكن ما تتلطف معها. زين قولي مو مزعلني شو ما عجبنش، انا ما عجبنش زين اضرب عمري ارتاحي زين احرق عمري بالنار تبغي ترضي؟ شوفي مو تقول ليش الام ها انا تكون علي صح ولا لا؟ قلت زين ضحكي ولا مسكينه خدودها بوسيها شويه شيك ذاك بناتها وناسك
شطرانات توبه، ما يعرفن، ما نعرف للاسف، لا نعرف لماذا. النفس عندنا بعدها ما مضبطه، النفس عندنا ما مضبطه، النفس عندها ما زال هذاك ايش اسمه الغرور اللي فيها، ما زال تحتاج الى تضبيط. لان لو انا كلمت امي بالكلمه الطيبه وصبرت، صبرت والله بالله عليكم الام ما تسوي، هتزداد المحبه، ستقدمك على غيرك، ستقدمك على غيرك. لماذا؟ لانه وجدت منك حسنى معامله، احسان، وجدت منك احسان، هكذا الثقه، سلمت واذا ابتليت ثبت، فهذا صدق وتصديق. طيب نجي على الذكر، هذا الايمان، تكلمنا عن الايمان، بقت ذكر، بقت ذكر، كيف يكون الذكر صحيحا؟ خلصنا الايمان، جزء الايمان، ما انت عشان تكون من الداخل متزن لازم يكون عندك ايمان، شرحناه. باقي الذكر، كيف تكون من الذاكرين الله كثيرا ويطمئن قلبك؟ بس كيف اذكر الله؟ كيف اذكر الله واكون من الذاكرين الله كثيرا؟ كل لحظه، كل اعمالي، كيف يستوي؟ يا صعبه شويه ابو قلتوها، يعني انت تريد تقولين انك يعني 24 ساعه يعني ها بس اللسان، ذكر الله ثلاثه، ذكر الله ثلاثه، صمد قبل الغداء وبعد الغداء. مع انه حلوه الفكره. ايوه فاهمه 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 ايوه انا والله والله صح ما غلط، بس انا قصدي ما نوصفها على اساس كانه هو دواء، وهو دواء، ذكر الله دواء اصلا، ذكر الله دواء، بس انا امزح معش يعني احب شويه كذا. وفي كل الأوقات خمس مرات زين يستوي، خمس مرات. كيف أذكر الله على ثلاثة أمور؟ مو هو الثلاثة أمور، الأمر الأول حضور الله في قلبي، القلب يعني إيش؟ كلما قلت يا الله وقر هذا الذكر، يعني صح مستشعر إنه يا الله، مستشعر إنه الله معي، مستشعر المعية، هذا القلب. إذا ذكر الله أولا في القلب، يعني أنا مستشعر إنه الله تعالى يحبني، إنه الله معي، فاهمة إنه هذا يعني لما جاء أقول يا الله لا أقولها عشان أشوف السبحة، واحدة تمسك السبحة مثلا تشوف أنا كم خلصت اليوم، الألف بعدني أرضي ما خلصت، أترجع مرة لمسوية هي ألف. شو من اسمه؟ استغفر الله استغفر الله، جاءها تلفون من عند ختها، والله صديقتها، وما حد شم فيه، وخلصت بعدها رجعت، استغفر الله استغفر الله. راحت مرة ثانية، راحت تطبخ سويت غداها، جايوا صغيرين من المدرسة، وصخوا عقوا المكان، عقوا شنطهم على الأشياء أغراضهم في الصالة، وتصرخ ذيك الصرخة المحترمة، ولا وبعد ما تذات أي لعن الآب معاهم، لا منكم من أبوكم، زلال ما تزوجها بعد في الدواب مسكين فقير، أيوة من لا معاهم، لا منكم من أبوكم، لو أبوكم يضربكم صح كنت هذه وغير طيب كله، بعدين ترجع استغفر الله استغفر الله استغفر الله. خلصت ألف بس خلص الحمد لله، خلصت الواجب المدرسي، ما هكذا يكون الاستشعار إنه أنا أتذكر الله قبل كل شيء وبعد كل شيء، هذا ذكر الله بالقلب، أن أذكر الله قبل كل شيء وبعد كل شيء، أستشعر دائما معي
وعند كل شيء. قبل يعني قبل ما أبغى أذكر الله ها أحس أنه هو بعد كذا محيط فيني. وأنا أريد أسألك سؤال، ماذا تعرف عن الله؟ سؤال خطير صح؟ وأنا متعمدة أسأل لأنه أنا أريد أطلع هو متخزن ونبدل شيء بدل شيء يعني إذا لا لا ما تعرف صار كلنا ما نعرف. أنت تعرف أكثر عني؟ لا تعرف أنا كل شيء صدقيني أنت تعرف أكثر عني بس أنت ما عرفت عمار لا عرفت تواضع. وهذا فهم خاطئ. أيوة لأنه عندنا فهم خاطئ. النفس تفهم الشيء بالخطأ، يعني أنه أنا إذا كنت سويت خطأ وبعدين أجي أطلب الله تعالى يعني أنا كيف كذا أطلب منه، أنا أعصيته أنا كيف نفسي تشلني أنا أخجل. أنت تعاملين الله معاملة البشر وهذا خطأ خطأ. أيوة الله تعالى لا يعامل معاملة البشر لأن الله كريم. هل هناك كرم ككرم الله؟ لأن الله غفور. هل هناك مغفرة كمغفرة الله؟ زين الآن تو بسألك وبرجع على السؤال وبجاوب على سؤالك أكثر باستفاضة. ما هو الله؟ ماذا تعرفين عن الله؟ أوجد الله لي الآن قوية. أوجد الله لي الآن أين الله؟ أوجدي الله لي الآن. يلا قول تسمعين بإذنك، فإذا الله سميع فأسمعك. إذا موجود أين؟ في سمعك وفي بصرك بصير فجعلك ماله. إذا أين الله؟ الله تعالى يتجلى في صفاته، يتجلى بصفاته وين؟ فينا. فينا لما واحدة تقول أين الله وتبحث عن الله، البنات الصغار أنا معالي شوية بركز عليك يمكن أعطي مستات بعدين عاجب حملة. كيف تعرفين الله؟ اعرفيه في كل نعمة أنعمها الله عليك فإنه يتجلى لك بصفاته. كيف يعني يتجلى لك بصفاته؟ يعني اللبس اللي يجينا بستنا عليك الله بستير إذن سترك هذا التجلي بستر الله. لما أنت سترش الله باللبس، لما تخلع الستر أي أنت التي قطعت الصلة بينه وبين الله، لأن الله ستير وسترك. قال ليش إنه في أسلوب للستر وأنت لا سترتي، إذا أنت التي قطعتي. قال لك امشي إلى مجلس ذكر، هذه نعمة، امشي إلى مجلس ذكر، لكنك أنت ماله ما مشيتي، إذا أنت قطعتي. إذا الله تعالى هنا أنت غيبتي، أما الله تعالى حاضر معك وهو معكم أينما كنتم. هي موجود في كل شيء، في صحتي هذه الصحة. أليس الله بالباري؟ الباري يعني اللي يشفي، اللي يخلق الصحة ويجعل الصحة. لما أنت بصحتش الآن إذا تجلى الله بشفائه عليك، شفاك الله موجود بشفائك، صفة الصفة موجودة حاضر عندك، الصحة العافية القدرة كلها هذه موجودة. إذن الله تعالى في الأصل موجود في صفاته. لو تتأمل بتلاقي في كل مكان، ستجدين الله تعالى في كل مكان، في المروحة عندما تعمل ها فيبرد الله عليك. هذا إيش؟ أليس لطف؟ أليس اسم الله لطيف؟ إذا الله لطيف لولا لطف الله هذا يوصل حال هذه يخترع هذه المروحة؟ لولا لطف الله اخترعت المروحة لتكون تجلي لطف الله، تبرد علينا ويش؟ حرارة الصيف. فإذا الله لطيف. عندما تعملين عمل بسيط تريدين به وجه الله تعالى، لكنه تأخذين أجرا
يعني مثلا خلينا نقول سويت شغل معين، عندي استثمار معين، سويت حاجة، خلينا نقول مثلا واحدة تصنع تصميمات أو شيء تصمم، بس جات الحرمة اللي هي مستأجرتنا أو طالبة منها العمل هذا، هي متفقة معاها مثلا على 10 ريال، قالت لي لا لأنه أنا عجبني شغلك أنا بعطيش 20، وبعدني بخبر صديقتي تجي من عندك. شوفي كيف أجره، هذا لا يتجلى فيه اسم الله الكريم، أكرمك الله. من مسخر هذه؟ لأنك عملتي من أجل الله. هذا هو الذكر، استشعار. يوم أجي أشتغل أقول بسم الله، أستبدئ أبدأ عملي بسم الله، ثم إذا انتهيت ماذا قلت؟ الحمد لله. إذا الله تعالى معي ولا ما معي؟ حاضر. هذا هو الذكر، الذكر في كل عمل أبتدي بالله وأنتهي، وعند العمل بالشيء أذكر الله يا رب هذا العمل. هكذا يكون الذكر. يوم تجي تقري في المصحف ما تقري عشان كم صار في ميزان حسناتي، يا ترى ميزاني اليمين أثقل من ميزان الشمال، ما تفكري بالطريقة، فكري كيف يرضى الله. أنا يوم أسوي هذا، هل هذا الله تعالى قبله مني؟ لذلك شوفوا المؤمنين، شوفوا المؤمنين وشوفوا الأنبياء ماذا يقولون لما يخلصوا من عمل، ربنا تقبل. شوفوا هيد يذكرون الله، يقولوا الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، صح؟ ثم يقولون ماذا؟ ربنا تقبل منا، يعني يسمني أنك تقبل منا هذا العمل، لأنه في عيوب، في عيوب هذا العمل، أنا ناقص، أنا ما عندي الكمالية، لكني أرجو من الله أن يكمله. وكيف يكمله الله؟ كيف يكمله الله؟ أن يعطيك أجره أضعاف فيصبح عند الله كاملا. فإذا الذكر، الذكر إنه أنا أول شيء قلبي أستشعر. طيب رقم 2، عقلي، ذكر بعقلي. كيف يعني ذكر بعقلي؟ أتفكر. أيوه أتفكر. كيف أتفكر؟ كيف أتفكر يعني؟ أسأل نفسي دائما. التفكر، الناس عندهم مفهوم التفكر. ها؟ لكن زين بعد ايش حد ما متدرب البر بعده؟ ايوه الحمد لله. طيب كيف يعني، كيف يعني اتفكر؟ مو يعني اتفكر، انا بسال البنات ذاك الموت يا ترى كيف يعني اتفكر؟ مو يعني تفكير، ما يعلمكم في المدرسه كيف تفكرون؟ كيف أعمل عقلي؟ يعني أشغل سويتش أون سويتش أوف؟ هم يعرفوا سويتش أون سويتش أوف، ها؟ أيوة بطرح الأسئلة. أنا أعرف في المدرسة يكبتوكم ما يخلوكم واقف تسألوا، أعرف، أعرف معاناتكم، ها؟ بطرح ال... أيوة أيوة الصخر مثلا كيف تكون؟ من الذي كونه؟ صح؟ من الذي كونه؟ هل معقولة تكون من نفسه؟ شايفين هذه التساؤلات؟ أسئلة نسميها مالها إعمال العقل، حتى ماذا؟ حتى يصل إلى قناعة وإلى معتقد. مو يعني المعتقد، يعني أنا كيف، كيف؟ شوفوا شايفين الثقة، الثقة تأتي بالذكر على فكرة. احنا ما تكلمنا عن الإيمان، قلنا إنه الإيمان ثقة وصدق وتصديق. طيب قبل الثقة، مو يجي قبلها، يأتي قبلها الذكر. طيب الذكر قلنا احنا بالقلب استشعار ان الله تعالى خالق كل شيء، زين، وانه انا يفترض قبل وبعد وعنده. طيب اتفكر، ليش اتفكر؟ اعرف من الله. التفكر اي ان تعرفي من الله الذي تعبديه. والله تعالى قال لك ان هناك ايات مقروءة وايات مشهودة، آيات مقروءة القرآن. إذا تدبرتي وتفكرت فيه دلك على الله. وهناك آيات مشهودة، إيش هي؟ الكون ونفسي، تدلك على الله. تبغي تعرف الله تعالى. تو أنا يوم سألتك قلت لك أين الله أو بدينك، ما طلعت، ما قلت لك أنه عندك المعلومات، ما صدقتني.
قالت لك أنه عندك المعلومات، قلت أن لا ما عندنا، لكن محتاجين مشكلة نذكرها تذكرها. ولذلك يعني التفكر إني أنا أطرح التساؤل وأسأل وأسأل. فوالله تعالى مثلا يعني أنا تو في المشكلة، يا ترى الله تعالى من يريد من هذا الذي يحضر الله ويذكره؟ ما الذي يريد أن يعلمني إياه الله؟ أنا مو نسوي يوم تصيرنا مشكلة كيف نتفكر؟ إحنا ما نتفكر، إحنا نفكر. وفي فرق، التفكر زيادة على التفكير. التفكر ذاك مو نسوي حال مو أنا كذاك مخلوقة شقية، ما صح؟ حال مو أنا بس المصائب حالي أنا حالي أنا، ولا واحدة مو تقول عن نفسها صفع عمرها وتقول أنا غبية إن شاء الله. ليش؟ بس ما تعلم. طيب سين عمرك كيف تتعلمي؟ لا تقوم تصفع عمرها وتقوم تدعي على عمرها وتدعو على نفسها بالشر. وهي كان يفترض، شوف المؤمن ماذا يفعل عندما يبتلى المؤمن، يقول يا ترى ماذا ترك الله لي من أجر في هذه المسألة، يا ترى ما الدرس اللي الله تعالى يريدني، لأن الله تعالى ما يحط البلاء كذاك بدون مناسبة، ما يحطه بدون مناسبة، ثم تدرس في شيء الله تعالى يريدش تتعلمين. فمثلا أنا ليش مبتلى بأبناء عاقين؟ سؤال لو سألتي نفسك قبل ما تتذمري أنا ليش أولادي عاقين، أنا ليش ما عندي حظ، سألي نفسك لماذا أنا مبتلى بأبناء عاقين؟ مو السبب، إيش الخلل اللي أنا أفعله؟ هذا هو التفكر في الله. ليش؟ لأن الله تعالى يريدك أن تذكرينه عن طريق لتعرف أسباب المشكلة. طيب إيش أسباب المشكلة؟ يمكن لأن أنا واجد يعني أولادي مثلا ما معطتهم أهمية، أو مثلا أولادي ما واجد مفرطة في تدليلهم، يمكن لأني أنا واجد متعلقة فيهم، وممكن يكون هذا السبب. فلو أسأل نفسي بالأسئلة بعدين بعد ما أعرفها أعالجها، وإذا عالجتيها كان ذلك ذكر لله. ما أنت أصلا مطلوب منك أن تتعاملي مع المشكلات، لا أن تتذمري من المشكلات. إحنا مو نسوي يوم تجينا مشكلة أنا مقرفة مبوني، ما صح؟ ما نقول ذي الجملة؟ نقولها ولا ما نقولها؟ نقولها نايل حظ. فإذا هذا ليس بالذكر، التفكر أن أرى الله تعالى بالمقروء وبالمجهول، وفي كل ابتلاء أسأل ما الذي يريد الله أن يعلمني. ليش؟ لأن الله تعالى يصنعك على عين حبيبتي. عندما تبتلين الله تعالى معش يريد لك بهذا الابتلاء تتعلمي درس. أنت فيه خطأ جالسة تسويه أنت ما مكتبها، وتكون أحيانا في أشياء خطأ، فتسألي نفسك زين أنا ليش عندي المشكلة ما طايعت الحل. مثلا واحدة عندها مشكلة مع واحدة من بناتها، باقي بناتها علاقتها زينة، ليش بالذات هذا البنت؟ يا ترى ليش بالذات هذا البنت؟ يمكن لأني أنا واجد متعلقة فيها أكثر عن كتها، ممكن لأني أنا يعني مدلعت. ترى يصير الأم واحدة كذا منها تخليها، والأولاد كلهم تبكونش ترى عارفينش صح؟ في واحدة كذا ها ممكن يكون آخر العنقود وممكن يكون أوله، أما ذاك وسط مسكين فقير ما حد يعرف عنه شيء، ضايع ذاك في الحسبة وعيار معروف عنه عيار اللي في النص، وفي ناس اللي في النص اللي في البيت لأنه أي وضعية. لكن هي الفكرة ماذا؟ الفكرة إنه التفكر، يعني أنا أسأل نفسي. ثم أيضا إذا أردت يعني يوم تجيت قرية القرآن مثلا، قرية القرآن وتقرأ الآية التي تقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مو تقول يوم قرية. لو كنت تتفكرين اللهم اجعلنا من مطمئنة، اللهم طمئن قلوبنا، بعد دلني على طريق الاطمئنان، دلني عليك، دلني على طريقك. هذا اللي يتفكر بيمسك الآية ما يقرأ الذين آمنوا بس تحفظ وقاسة وحاشر عمره
إلى آخره. وسبحان الله أمس أيضا أنا في عندي كذا لازم ساعات اسمها أذاكر كما كان صار، يعني لازم أذاكر لأنه المعلومات طيب. يقول أحد اللي هم من أصحاب المدارس الإسلامية يقول أن الصحابة كانوا عندما كان يلقي الله عليهم الآيات يعلمهم الآيات كانوا لا يتجاوزون 10 آيات ويظلوا فيها يتدبروها 10 آيات، لدرجة أن أعلمهم أخذ في الحفظ 8 سنين. في ناس تقول لما يتفشروا حفظت القرآن في 40 يوم، حفظت القرآن في معرفة 3 أشهر، حفظت. ما العبرة؟ ما العبرة؟ ما الذي عملته؟ والذي دائما أقولها في أي مجلس أقوله في كل محاضرة أقولها، ليس العبرة، العبرة كم عملت به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته أن أول شيء اقرأ اقرأ ثم ماذا؟ افهم ثم ماذا؟ طبق طبق وخلي يكون عندك سلوك، بعدين إيش؟ انتقل على اللي بعده. ساعتها الآية مالها؟ أتنحفظ ولا ما تنحفظ؟ أتنحفظ. إحنا اللي ماشيين بالعكس، نبدأ بالحفظ ويوم نتعب من الحفظ خلاص لا فهم ولا أي شيء. ولذلك التفكر، يعني أنا يوم أجي أقرأ الآية أشوف الله تعالى ما الذي يريده مني، كيف يجب أن أتصرف، طيب إيش التطبيق العملي اللي يفترض أنا أطبقه في هذه الآية. لما تضيق فيش الدنيا مثلا ثم تتأملين وتقولي سبحان الله، فوالله تعالى أقام ذلك الجبل، وكان قبل عن مسكن ذا الجبل موجود، وتو بعد 3 سنوات هد الجبل، هد بأمر من الله. أليس الله بقادر أن يهد هذا الهم اللي عندي؟ شوفوا كيف التفكر. فإيش يصير القلب؟ قلنا إيش؟ نطمئن. ما أنا لو أذكر الله تعالى، لكن أنا مشغولة بماذا؟ بالتذمر والشكوى. فمن شغل بالتذمر والشكوى زادت عليه الشكوى. لكن لو أنا مشغولة أجلس كده بدل ما أجلس تعالوا أنا تو صح أنا مهمومة وأجلس كده جالسة أطلع برا. على فكرة العلم يعني إذا أنتي مضايقة سيري مال توش مال بيت في المال ولا روح المال وجلس عند دخلك بس شوفي عليها قولي سبحان الذي أقامها طبقة طبقة وتأملي فيها وشوفيها. قولي تو هذه لو مثلا لو كانت في الصحراء وما سقيتها من الذي يسقيها؟ وتسألي نفسك أليس الله بقادر أن يسقي قلبك العطشان؟ وانت كده تسألي. وأحيانا تشوفي ويش قدامك الله تعالى يجعله في مثلا حشرة شال هذا مسمو ذكر سقاط شال خبزك أكبرها تبرع النوت يارنها ويخزنها تحت. من علمها؟ من دلها على الطريق؟ اللهم كما هديت هذه النملة، شوف التفكر، اللهم كما هديت هذه النملة إنها تروح بيتها وتعرف الحفرة ها وهي لا تعقل، وهي لا تعقل اهدني كما هديتها. شفتوا كيف الذكر؟ هذا ذكر. طيب الذكر على المستوى الثالث، على المستوى الثالث إيش آخر مستوى؟ القلب استشعار، ثم آخر مستوى وقلنا العقل تفكر، ثم آخر مستوى جوار جسدي. الآن كيف أذكر الله في عملي؟ إنه أنا كل عمل لا أريد به إلا وجه الله، وهذا يرجعنا للإيمان. فالإيمان والذكر ما هم باخذ الله تعالى دائما يربطهم مع بعض، وإلا ما أتت في الآية مع بعض. وأيضا لاحظوا دائما ماذا يقول الله تعالى عن المؤمنين، لأن الإيمان أصلا فيه عمل صالح وفيه إنفاق، فيه عمل صالح وفيه إنفاق. وكل لو جينا نرجع مرة ثانية وجيت أرجع لكم إيش يعني العمل الصالح وإيش يعني الإنفاق، يعني أن تذكرين الله، العمل الصالح ذكر الله والاتصال به، لأن الله قال الذين يؤمنون بالغيب والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 3 أمور يثقين ثقة الغيب، لا يعرفون الله لكنهم يثقون به، مسلمين بالأمر. ثم إقامة الصلاة أي متصلين دائم الذكر لله تعالى. ثم بعد ذلك ما أعمال الجوارح مما
ما رزقناه. إذا عمل الإنسان بهذا اطمأن قلبه. تعالوا نراجع كل ما سبق لنا. ما الاطمئنان؟ أيوة، عبارة عن اتزان ما بين في الداخل والخارج. أمور الخارجية متزنة لأن أمور الداخلية متزنة. فإذا وجدت خللا في الخارج فاعرفي أن ثم خلل في الداخل. رجع على الداخل، شوفي أنا إيش خطأت مع الله تعالى، في ماذا أنا أخطأت. طيب كيف يقوم الإطمئنان؟ ما ركني الإطمئنان؟ الإيمان والذكر. ما أركان الإيمان أو كيف يكون الإيمان؟ ثلاثة: ثقة وصدق وتصديق. طيب والذكر على ثلاث مستويات: قلب، عقل، جسد. عقل، قلب، جسد. إن شاء الله عليك ذهنك حاضر. ها؟ فهمت؟ أنت فاهمة؟ ها؟ أنت فاهمة؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله، اللهم لك الحمد. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم واهدنا، اللهم واهدنا، اللهم واهدنا، اللهم ودلنا عليك، اللهم ودلنا عليك. اللهم لا تؤاخذنا بما أخطأنا وبما أسرفنا، واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. واعفو عنا إنك أنت العفو الكريم، واعفو عنا إنك أنت العفو الكريم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شكرا للحضور الموجودين، بارك الله فيكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اللهم آمين، جزاكم الله خير، استودعكم الله.